حذر أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ من وجود قرار سياسي في إسرائيل بضم أراض في الضفة الغربية. وقال الشيخ في بيان على حسابه في تويتر إن مشاريع القرارات التي أقرها الكنيست أمس هي قرار سياسي بالضم الكامل لمناطق ما يسمى جيم في الضفة الغربية. وأضاف الشيخ أن ذلك يعد شطبا كاملا لكل الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وخرقا فاضحا للشرعية الدولية. وكان الكنيست الإسرائيلي قد صادق أمس على قانون لتعيين وزير في وزارة الأمن يكون ممثلا عن حزب الصهيونية الدينية ومسؤولا عن وحدة تنسيق عمليات الحكومة في المناطق المحتلة. وبحسب وسائل إعلام عبرية يهدف القانون المذكور إلى تسهيل المصادقة على أعمال بناء في المستوطنات وتوسيعها ومنع البناء في القرى الفلسطينية في المناطق جيم بالضفة الغربية. في هذا الموضوع أرحب بضيفي عبر سكايب خليل التفكجي مدير دائرة الخرائط بمركز الدراسات العربية. أستاذ خليل بداية أهلا بك معنا. أهلا وسهلا بكم. أهلا بك. في أي سياق يمكن وضع هذا القرار الإسرائيلي بضم أراض أو المزيد ربما حتى نقول هنا من الأراضي في الضفة الغربية؟ أولا هي ضم الأراضي كلها، ليس ضم مناطق فقط، هو ضم كل المناطق قطعة النهر في البحر، باعتبار أن هذا ما اليمين الإسرائيلي يعتبر أن هي ليست في داخل الضفة الغربية، بل أن هذه التجمعات الفلسطينية يجب أن تنتقل إلى مكان آخر. حقيقة ما يجري الآن التطرف الإسرائيلي المتطرف والذي هو مستوطنين من الدرجة الأولى، بن غفير هو مستوطن في كريات أربعة، شوموليتس هو مستوطن في كدوميم في مستوطنات موجودة في داخل الضفة الغربية. إذن ما يجري الآن هو تطبيق عملي، لكن بدون أن يكون هنالك ضجيج إعلامي لقضية صفقة القرن، بمعنى أن هذه الأراضي التي تخضع تحت السيطرة الإسرائيلية منذ عام 1994، وأقصد هنا بعد اتفاقية أوسلو، باعتبار أن أكثر من 61% من مساحة الضفة الغربية هي مناطق جيم ويوجد هي تحت السيطرة الإسرائيلية الآن، يجب أن تضم لكن بالتدريج بعد أن تم إقامة هذه البؤر الاستيطانية في داخل هذه المناطق، بالإضافة إلى التطهير العرقي الذي يحدث في هذه المناطق. فبالتالي نحن لا نفاجأ في هذا الموضوع. يضاف إلى ذلك وفك الارتباط الذي بدأ في عام 2005 عندما كان شارون في تلك الفترة وتم تفكيك بعض المستوطنات الإسرائيلية، الرجوع إلى مرة أخرى إلى هذه المستوطنات التي تم تفكيكها في داخل الضفة الغربية، وهي في مناطق على سبيل المثال في مناطق ألف وليس في مناطق جيم. على هذا الأساس الجانب الإسرائيلي أو اليمين الإسرائيلي المتطرف هو يريد أن يطبق النظرية الكاملة المتكاملة ضمن برنامج واضح تماماً، هذا البرنامج الذي يخضي بعدم إقامة أي دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية. لكن مسألة الضم هنا أستاذ خليل وحتى نفهم أكثر في هذا السياق، طبعاً هي ليست جديدة، ولكن ما الجديد هذه المرة؟ ما هي المناطق؟ ما طبيعتها التي تنوي إسرائيل ضمها من خلال هذه القرارات؟ أو على الأقل ما هي المناطق التي تريد إسرائيل وتسعى للسيطرة عليها في الضفة الغربية؟ خلينا نأخذ منطقة أغوار الأردن، هي تشكل 27% من مساحة الضفة الغربية. حوالي 1.5 مليون دنم من هذه الأراضي هي أغور الأردن. ما يجري الآن من عملية تطهير عرقي للبدو في هذه المنطقة وإقامة البؤر الاستيطانية، وهذه تبدأ من منطقة نهر الأردن الذي يفصل ما بين الضفة الغربية والضفة الشرقية حتى الجبال المطلة على نهر الأردن، وكما ذكرت هي تشكل 27%. هذه المنطقة يجري الآن عملية تطهير عرقي، وكما تذكرون في قضية الخان الأحمر ومسافر يطا في المنطقة الجنوبية، بالإضافة إلى البدو في المناطق الشمالية اللي هي تقع جنوب منطقة بيسان. هذه المنطقة الأولى. المنطقة الثانية هي المناطق التي تقع إلى الغرب من منطقة نابلس، يعني بالمنطقة التي تقع خلف الجدار، وهي هذه المناطق تم جزء كبير منها إعلانها أراضي دولة، وأقصد هنا أراضي دولة أن هذه أراضي ميرية لا يعترف بوجود أصحابها العرب، بل هو يعتبر حسب القانون
العثماني، جزء منها يعتبر أراضي دولة، جزء منها يعتبر أراضي جفتلك، وأقصد الجفتلك هنا للسلطان، وبالتالي تنتقل مباشرة إلى الدولة التي سئل لها السيادة. ثم تنتقل في، ثم نأتي إلى قضايا أملاك الغائبين في داخل الضفة الغربية، وهذه كلها موجودة في داخل، سواء كانت في منطقة القدس أو حول منطقة القدس أو في مناطق الجنوبية. أما التجمعات الفلسطينية والمدن الفلسطينية فهذه المنطقة ألف وباء. حول هذه المدن والقرى الفلسطينية هنالك مناطق جيم، وأقصد مناطق جيم تحت السيطرة الإسرائيلية الأمنية والمدنية. يضاف إلى ذلك أن هذه المنطقة، منطقة جيم، يسري عليها القانون الإسرائيلي ولا يسري عليها القانون الفلسطيني أو القانون العسكري الإسرائيلي. يعني في عندنا قانونين، القانون المدني الإسرائيلي بحيث أنه أي مستوطن يسكن في داخل الضفة الغربية يجري عليه القانون الإسرائيلي، بينما الفلسطيني في داخل الضفة الغربية يجري عليه أوامر الحكم العسكري. يعني في عندنا هنالك قانونان. الشيء الثاني في هذا الإطار أن هنالك شبكة من الطرق لا يسمح للفلسطيني باستعمالها. يضاف إلى هذا وذلك ما يجري الآن من عملية تجميع المستوطنات، وأيضا القرى الفلسطينية حاطتها بالمستوطنات الإسرائيلية، وفي أيضا بالشوارع التي يجري تقسيم الضفة الغربية إلى أقسام، لا يستطيع أي فلسطيني أن يتنقل من الشمال إلى الوسط إلى الجنوب. إذن هذه المناطق جيم التي نذكر فيها ستصبح فيما بعد، إذا افترضنا أنه تم ضمها التدريجي والغير معلن عن، سيكون الانتقال من الشمال إلى الوسط إلى الجنوب بإذن إسرائيلي. بمعنى أننا هنا أستاذ خليل نتحدث عن مناطق وأراضي استراتيجية ومليئة بالخيرات، مسألة الأغوار نعم يعني منطقة من المناطق المهمة. طيب، من حيث التوقيت نحن كيف برأيك نفهم هذا القرار، خاصة ونحن على أعتاب أيضا حكومة إسرائيلية معروف وأنها من المحتمل بشكل كبير أن تضم شخصيات معروفة بتوجهاتها بضم كافة حتى الأراضي الفلسطينية وليس جزء منها؟ لا، هو يعتبر دائما كل الضفة الغربية جزء من الدولة العبرية. بالإضافة إلى ذلك أنه عندما تتكلم عن الغور، يعني سؤالك الأولاني اللي كان أنه هي منطقة اقتصادية حوالي 800 مليون دولار إسرائيل تستفيد من الأغوار كخضروات أو مبكرة، يعني في الفترة التي تكون فيها أوروبا ثلج يكون عندنا هذه الخضار يتم تصديرها إلى أوروبا. أيضا المياه، الآن الحكومة الإسرائيلية اليمينية لا تعترف أصلاً بالاتفاقيات أوسلو، ولا تعترف أصلاً، يعني حتى نتنياهو يعتبر بالنسبة لهذه الحكومة على يسارها، قد ما فيها يمين كأنه، مع أنه نتنياهو يمين يعتبر على يسارها. فبالتالي أيضاً الصفقات الاقتصادية، الجزء الرئيسي من هذا الموضوع أن الاستيطان هو على رأسها، البؤر الاستيطانية يجب تشريع شرعنتها وقوننتها، يعني بمعنى تصبح قانونية بعد أن، غير مع أن كل المستوطنات غير شرعية لكن هنا يطاب فيها. اثنين، اليمين الإسرائيلي يسيطر على الضفة الغربية وليس في الإدارة المدنية التي تدير شؤون الفلسطينيين في داخل الضفة الغربية، يعني بمعنى أن بن غفير الذي يأخذ صلاحيات كاملة للضفة الغربية يستطيع منع البناء الفلسطيني في مناطق جيم، يستطيع أن يوسع المستوطنات كما يريد، يستطيع أن يشرع كل البؤر الاستيطانية وعددها حوالي 170 بؤرة استيطانية في داخل الضفة الغربية. القدس خارج إطار المفاوضات بشكل نهائي، وأيضا في نفس الوقت عملية ترحيل وتجميع التجمعات البدوية الموجودة في هذه المناطق، منطقة جيم وعددهم تقريبا ما بين 150 ألف إلى 400 ألف فلسطيني موجودين في هذه المنطقة، تجميعهم في نقطة واحدة ثم عملية السيطرة على هذه الأراضي. إذا نحن الآن أمام نكبة جديدة في داخل الضفة الغربية، وقادر أن عندما يتكلمون الفلسطينيون أننا هي ضد القرارات الدولية، أصلا لا يعترفوا لا بالقرارات الدولية ولا يعترفوا حتى بمجلس الأمن أو الجمعية العمومية، بل يعترفوا بفرض الأمر الواقع على الأرض باعتبار أن ما بين النهر والبحر هي أراضي تم احتلالها من الجانب الفلسطيني. هؤلاء عقيدتهم هكذا، يعتبرون أن الفلسطينيين قبل 3000 عام احتلوا هذه البلاد ونحن قد حررناها من الفلسطينيين المحتلين. هنا في مسألة الحديث عن أن القدس دائما خارج الاتفاقية أستاذ خليل،
وقلت بأنهم لا يعيرون اهتماما في إسرائيل للاتفاقيات الدولية أو القرارات الأممية وما إلى ذلك، لكن ماذا عن الاتفاقات التي وقعت مع السلطة الفلسطينية؟ سيد حسين الشيخ كان يقول بأنه شطب كامل هذا القرار الإسرائيلي، يعني نعم فضل. أولا بالنسبة لنا كأوسلو كان لازم ننتهي بهذا الموضوع الإدارة المدنية، لكن ما يفعل الآن أنه تم تجميد كل القرارات، فقط ما يجري الآن من اتفاقية أوسلو والتنسيق الأمني والمحافظة على المراكز السلطة الفلسطينية. لكن يعني لكن ممكن يتوقف حتى موضوع التنسيق الأمني، يعني حسين الشيخ الوزير قال شطب كامل لكل الاتفاقيات. لا لن يتوقف التنسيق الأمني، بل هو بالعكس يزداد أكثر صلابة، يعني كما نقرأ اليوم أن أكثر من مئات المعتقلين الفلسطينيين في سجون الحكومة الفلسطينية، باعتبار أن هنالك كان اليوم للحركة المقاومة الإسلامية حماس، وبالتالي تم اعتقال مئات من المناضلين الحمسويين. في نفس الوقت أيضا نلحظ أن الاتفاق الأمني هو الأساسي، ما عدا ذلك لا يعترفون لا بالسلطة الفلسطينية ولا يعترفون حتى بأي شيء آخر، بل بالعكس ينفذون مشاريعهم كما يريدون دون أن يكون التفات إلى عملية الإدانة ولا الاستنكار ولا ما ولا أي قانون دولي ولا حتى شرعية دولية. لكن في هذه الحالة أستاذ خليل أيضا، ما هي خيارات السلطة الفلسطينية إذا ما تم تطبيق هذا القرار السياسي في إسرائيل وضمت إسرائيل المزيد من الأراضي في الضفة؟ إدانة واستنكار، هذا دائما ندين ونستنكر والشرعية الدولية، وسنذهب إلى محكمة الجنايات الدولية، ثم يبدأ الضغط ثم تنتهي، كما حدث في قضية أموال المقاصة عندما تم خصم أكثر من مليار شيكل باعتبارها أن هذه أموال تذهب إلى الأسرى بين قوسين يعتبرهم إرهابيين، وبالتالي سكتت السلطة على هذا الموضوع. إسرائيل تنفذ ما تريد والسلطة تستنكر وتنفذ ما، لكن ما العمل؟ ولكن فيه لازم يكون لدينا برنامج. البرنامج كما ذكر حتى أبو مازن لا يعترف أنه لن نسلم المفاتيح للإدارة المدنية، بمعنى أنه قد اعتبر حاله أن أوسلو مكسب له أو مكسب لجزء معين من الفلسطينيين، وبالتالي فلتذهب كل فلسطين إلى الجحيم. نحن الآن أمام خطوة إسرائيلية خطيرة جدا، ستكون أكثر نكبة مما حدث قبل عام 1948، لأنه ما يحدث الآن هو عملية تجميع وعملية فصل، وفصل عنصري من الدرجة الأولى. لا في الضفة الغربية قانونان، بنية تحتية لمؤسستين، مؤسسة للفلسطينية ومؤسسة للإسرائيليين، بمعنى التواصل الجغرافي للمستوطنات الإسرائيلية والتواصل المواصلاتي، يعني بمعنى أنفاق وجسور للفلسطينيين، الدخول والخروج بإذن إسرائيلي، النمو السكاني بإذن إسرائيلي، وإذا أردت أن تهاجر فالأبواب مفتوحة أمامك. وهذا ما يحدث الآن، لأنه يظهر أننا وصلنا إلى نقطة لا عودة، ونقطة أخرى أن لا يوجد لدينا برنامج مستقبلي ماذا سنفعل إذا تم الضفة الغربية. طيب نقطة اللا عودة هذه، هل من الممكن أستاذ خليل أن تكون بداية انتفاضة بشكل أو بآخر في الضفة الغربية؟ أكثر من مرة ستكون حدثت انتفاضة، يعني ليست هي في الفترة الحالية بل في فترات سابقة، وكان يتم إفشالها وتنفيسها من الجانب الفلسطيني وليس من الجانب الإسرائيلي، بمعنى أن كانت هنالك شرارة كانت ستحدث في فترة كما تذكرون في العام 2017 في قضية البوابات وباب الرحمة، وأيضا في فترة ما كانت ستحدث انتفاضة نتيجة الضغوطات في داخل الضفة الغربية، لكن تم تنفيس هذه الانتفاضات بشكل كبير جدا عن طريق الاعتقالات، عن طريق أيضا المشاريع الاقتصادية كما يقولون، وبالتالي أن جزء من السلطة الفلسطينية أصبح له ارتباطات كاملة، يعني كأنه عنصر منفذ للخطة الإسرائيلية في داخل الضفة الغربية. وبالتالي أنا اعتقادي أن إقامة انتفاضة هي ستكون بالبداية انتفاضة ضد السلطة الفلسطينية، وليس انتفاضة ضد الجانب الإسرائيلي، انتفاضة جانب للتخلص، لأن اليوم ما يحدث الآن في داخل الضفة الغربية أن هنالك حاكم واحد لأمر
الحاكم بأمر الله واحد بداخل الضفة الغربية، هو الذي يقرر، هو الذي يقيل، هو الذي يشطب المجلس التشريعي، هو الذي يعين، هو الذي يخرم. وما يحدث الآن في قضية المعلمين على سبيل المثال في منطقة بيت لحم هي جزء من عملية انتفاضة داخلية، لكن تقمع بالقوة. أشكرك جزيلا على حضورك معنا عبر سكايب، خليل التفكجي مدير دائرة الخرائط بمركز الدراسات العربية.